السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرحب بكم في هذه التغطية الخاصة من قناة التناصح الفضائية، وأرحب بكل السادة المشاهدين والمتابعين. حيكونوا معنا كوكبة من الضيوف بإذن الله لمتابعة المستجدات الوضع في ليبيا ومجريات الأحداث على الساحة الليبية والتطورات الأخيرة بعد إطلاق عملية تحرير مدينة سرت والوصول على مشارف المدينة وتحرير مناطق مهمة واستراتيجية من داخل مدينة سرت. قبل ذلك مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود بإذن الله. بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه وتركوه يواجه مصيره المحتوم وهو يفقد المدينة تلو المدينة في الغرب الليبي، وبعد سقوط ترهونة آخر معاقله في الغرب وسيطرة قوات بركان الغضب عليها، لم يعد أمام مجرم الحرب حفتر إلا الدعوة إلى الحوار والجنوح إلى السلم في محاولات يائسة للخروج بعد هذه الهزائم بأي منصب سياسي يشبع تعطشه للسلطة والهيمنة على ليبيا. لكن لقادة بركان الغضب رأي آخر صاغته فوهات البنادق ولسان الحال: نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم، وألا صوت يعلو على صوت الرصاص، ولا حوار مع من جعل العاصمة في مرمى نيرانه وقد صب جام غضبه عليها فروع الأطفال والنساء والشيوخ طيلة سنة وثلاثة أشهر. أدخلت عروس البحر في أتون حرب أتت على الحجر والبشر. أما على الصعيد السياسي فقد جاء الرد واضحا من قبل خالد المشري الذي صرح برفض الجلوس مع حفتر على طاولة المفاوضات وهو على أسوار العاصمة، فكيف يكون ذلك بعد هزيمته النكراء التي ستضاف لسجله الحافل بالهزائم وترك مناصريه في العرى؟ فطموحات عجوز الرجمة كما يرى كثير من المراقبين لن تنتهي في ليبيا إلا بدك آخر معاقله في الشرق الليبي وسيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي، لكن ذلك يتطلب وقفة جادة تجهض كل محاولات الالتفاف حول هذه الانتصارات التي صارت محل نظر كثير من أحرار الربيع العربي الذين يعتبرون فبراير ما تزال معقلا من معاقل الذود عن الحرية والعيش الكريم رغم كل ما تعانيه من كيد وتكالب قوى الشر، وهي تستخدم بنادق مستأجرة تنوعت مسمياتها وأشكالها من فاغنر الروس وجنجويد السودان، مرورا بالدعم المصري الذي لا يزال يراهن على مجرم الحرب ومشروعه الانقلابي وأحلام السيطرة. لكن بعد أن غاب عنه أن إكرام الميت دفنه. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أرحب بكم في هذه التغطية الخاصة. استمعنا لهذا التقرير يتحدث عن مستجدات المشهد السياسي، ربما نخصص الجانب الأكبر من نقاشنا لما سمي مبادرة القاهرة التي أعلنها الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع مجرم الحرب خليفة حفتر ورئيس البرلمان الموازي في طبرق. معي الآن الأستاذة حنان شلوف، العضو المقاطع لمجلس النواب، وكذلك معي العميد الطاهر الغراب للضابط في الجيش الليبي في انتظار أن ينضم إلي السيد يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي التركي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. بداية مع الدكتور حنان شلوف. دكتور أهلا بك. بداية يعني عن أي تسوية يتحدث الرئيس المصري وهو يعقد مؤتمر صحفي مع مجرم الحرب حفتر وعقيلة صالح الطرف المعتدي والطرف الذي نفذ العدوان على العاصمة طرابلس ودمر جنوب العاصمة يعني شبه تماما وتسبب فيما يجري الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
بداية أخي الفاضل تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين ولقناة التناص وعلى ما تبدو. أسمح لي بداية قبل الإجابة على سؤالك أهني فضيلة المفتي بالانتصار الذي حققت في المنطقة الغربية، وبإذن الله سنهنيه على تحرير كامل التراث الليبي، وأترحم على الشهداء الذين سقطوا بالأمس شهداء فرنسا، وأيضا أترحم على الشهداء الذين سقطوا في صف العدوان منذ 4/4 بإذن الله وما قبلها، وبخاصة شهداء في بنغازي وطرنا والمنطقة الشرقية بالكامل بإذن الله. ألو؟ نعم نعم أستمع إليك دكتورة حنان. نأتي إلى السؤال في برنامج تسوية التي يعرضها الآن السيسي نيابة عن حفتر وعزيز صالح. في مدة ماضية طرح حفتر مشروع وهو مسألة استلام الحكم بالكامل حكم عسكري، وكانت العقبة التي تواجه حفتر هي عقبتين على وجه الخصوص، كانت عجيلة صالح وضغطوا على إنشاء إعلان دستوري، وانتهى هذا الأمر ولم يعد له وجود لأنه لم يتعذر على عقبة عجيلة صالح ولا على عقبة إخراج إعلان دستوري جديد، وبدا خلاف بينهما وما يسميه عجيلة صالح نفسه بأنه اختلاف وليس خلاف، ولكن الواضح جدا أنه خلاف وليس اختلاف. فكان دور السيسي بعد الانهزامات التي توالت عليه دخل أعتقد الوكلاء الدوليين أو بعض الوكلاء الدوليين عنه، وهو ما حقق انتصارات كبيرة بالنسبة لجيش حكومة الوفاق والقوات الأخرى المساندة أيضا، فهذا الأمر أبدأ إلى أن اجتمع السيسي بعجيلة وحفتر لكي يزيل الخلاف بينهم وخرجوا بهذه المبادرة التي هي في حقيقة الأمر خداع نفسي من أجل تمكين بالدرجة الأولى حفتر، لأن هذه المسألة الإطار العام للإعلام القاهرة هو نفس الإطار العام الذي عرضه عجيلة صالح سابقا في المبادرة السياسية التي تغنتها روسيا، ولكن جوهر إعلان القاهرة هو تمكين حفتر والخروج من قضية مشروعية منصب القائد العام داخل هيكلية الجيش والقصد مباشرة إلى آلية وكيفية اتخاذ القرارات داخل المجلس الرئاسي فيما يتعلق بمنصب القائد العام، وكأنه أخذ فك اعتماد على بياض بأنه هو القائد العام وأن الجيش في ليبيا هو الجيش الذي يتبعه هو فقط وأي جهة أخرى لا يكون لها جيش، وهذا في منتهى الخطورة إذا مررت هذه التسوية السياسية. نعم أخي. طيب ابقي معي دكتورة حنان. أرحب بالسيد يوسف كاتب أغلو الذي انضم إلينا الآن، وأبدأ معه قبل أن أذهب للعميد الطاهر الغرابلي. سيد يوسف، يعني قراءتك لما سمي بالمبادرة مبادرة القاهرة، وكيف تنظر تركيا لهذا الإعلان المصري؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيوفكم والسادة المشاهدين. هذه المبادرة يا سيدي لا تحمل أي شرعية، هذه مبادرة تعتبر لا تساوي قيمة الحجر الذي كتب عليها. من الذي فوض مصر لكي تكون هي تعطي محاكاة لمبادرات، ومن الذي يحضر انقلابي منشق بدعوة من انقلابي آخر انقلب على الشرعية في بلده؟ لا قيمة لهكذا ترهات. موقف الحكومة التركية واضح، وبالتالي الحكومة التركية قالت وكان ردة فعلها باتجاه ما سمي بخطاب المبادرة من قبل مصر، لأنه لا يمكن الحديث عن مبادرة إلا من خلال الشرعية. الشرعية يجب أن تفرض الأمن والاستقرار والسيطرة المطلقة على كافة وكامل تراب الأرض الليبي، ولن يكون هنالك وقف لإطلاق النار ولا مكان لحفتر هذا الانقلابي في أي عملية سياسية. من ترطخ تجاهه في الدماء لا يمكن أن يكون طرفا في حل سياسي مستقبلي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مبادرات ولا قيمة لأي مبادرات، ولا يمكن
أن يكون هنالك تداول لهكذا أمر. العمليات العسكرية ستستمر من أجل أن يكون هنالك حوار وطني سياسي ليبي ليبي، وتركيا تدعم الشرعية وستبقى تدعم الشرعية حتى يتم فرض كل الأمن والاستقرار على جميع المدن الليبية. نعم، طيب ابقى معي سيد يوسف كاتبوغلو، وأرحب بالعميد الطاهر الغرابلي. سيد العميد، أريد أن أسأل كيف تتأثر العمليات العسكرية بمثل هذه التصريحات وهذه الإعلانات، مثلا ما جرى في القاهرة بالأمس؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يحق لنا في هذا اليوم أن نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأن ندعو بالشفاء العاجل لجرحانا، لأننا بالفعل يعني اليوم صامدون على أرضنا، صامدون ببنادقنا، بفوهات مدافعنا. اليوم يعني أسوار طرابلس مؤمنة، والمناطق المجاورة لها كلها يعني الآن تحت قبضة الوفاق أو سيطرة الحكومة الشرعية. هذا من ناحية، وأريد أن أرحب بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. البندقية اليوم يعني حملوها الشباب من 2014 و2016 وإلى هذا اليوم يحملوا البندقية، والبندقية هي التي قالت كلمتها بالأمس عندما تحررت طرابلس، والبندقية هي التي أجبرت هؤلاء المتخاذلين وهؤلاء الخونة على الجلوس وعلى إرهاصاتهم بمبادراتهم العفنة التي لم تأتي إلا في أوقات اندحر فيها العدو ورأوا إن عدوه إن حليفهم الآن انهزم. أنا أخي الكريم يعني لم يتخلوا عن هؤلاء، جاء في تقريركم إنهم عندما تخلوا عنه ولكنهم انهزموا على أسوار طرابلس، والآن يبحثون كيف ينقذونه الآن بمنصب حتى وإن كان يعني متواضع في أو حتى الجلوس على الطاولة. ولكن نحن مثل ما قلنا في السابق، لا مكان لحفتر على طاولة الحوار عندما كان في على مشارف صلاح الدين ومشارف المشروع وفي في 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 جزء كبير من طرابلس. واليوم يعني لا نقولها إلا أن حفتر لا مكان له في 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 العملية السياسية وعلى العملية العسكرية وعلى العملية الأمنية في ليبيا بصفة عامة. نعم. بالنسبة لنا انتهى حفتر وانتهت هرطقاته ومزايداته. طيب اليوم بالتالي إلى أين ستكون العمليات العسكرية سيادة العميد؟ دعني أسأل هنا، ما مدى العمل العسكري؟ إلى أي مدى يمكن أن تصل العملية العسكرية في ليبيا؟ الناس تتساءل إيه وماذا بعد المنطقة الغربية؟ سرت الجفرة، طيب وبعد سرت الجفرة هل سنشهد عمليات لتحرير المنطقة الشرقية؟ أعتقد أن اليوم القيادة العسكرية والقيادة السياسية متناغمة تناغم كبير ومتجانسة، ونحن كعسكريين يعني يسعدنا أن نسمع من السياسيين أن بسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، وهذا يعني ما كنا ننشده وما كنا نتمناه وما كنا نريد أن نسمعه من القادة السياسيين من الأجسام التنفيذية والتشريعية. ونحن كعسكريين ما أنا إلا أداة تنفيذية لهؤلاء، ولكن يعني بالتأكيد يعني عندما انتصرت البندقية وعندما حقق هؤلاء الشباب يعني وهؤلاء القوة العسكرية والقوة المساندة اليوم حققت على الأقل جزء كبير من هذا المشروع اليوم الذي تبسط فيه الدولة سلطتها، بالتأكيد يعني ما زال المعارك ما زالت مستمرة والتضحيات ما زالت مستمرة. وأعتقد أن معركة سرت مثل ما كانت معركة قصر بن بشير معركة مفصلية، ستكون معركة سرت معركة مفصلية بالتأكيد، ستكون معركة شديدة، معركة عنيفة، لأن العدو يعني وضع فيها كل إمكانياته حتى هي بعد معركة سرت بإذن الله، والتي نطمح أن تتحرر في بضعة أيام ولا نقول بضعة ساعات، لأن لا نريد أن نرهق مقاتلينا ولا نريد أن نجس بهم بسرعة لا متناهية. نعم. مدروسة خطط واضح. مدروسة القادة العسكرية. إذا العمليات لن تتوقف سيادة العميد؟ أعتقد مثل ما قلنا في السابق يعني العمليات العسكرية لن تتوقف، الجنوب بإذن الله سيتحرر والشرق بإذن الله سيتحرر وبإذن الله ستبسط السلطة. ابقى معي سيادة العميد.
معذرة على المقاطعة، يبقى معي سيادة العميد طاهر. أسأل الدكتورة حنان شلوف، يبدو أن هناك يعني علاقة بين الإعلان الذي جرى في القاهرة ولقاء أنقرة، هذا من جانب، وأيضا بالهزائم المتتالية في المنطقة الغربية. بالتالي يعني كيف يمكن ل على الأقل الرئيس المصري أن يخرج بعد كل هذه الهزائم لحليفه مجرم الحرب حفتر ويفرض أو يحاول يعني إملاء شروطه على الطرف المنتصر، وما زال يعني يستمر في معاداة الطرف الآخر ويسميه ميليشيات وإرهابيين وإلى ذلك من هذه التوصيفات؟ أخي الفاضل، أعتقد أن الطرف المنطقة الشرقية خسر المعركة عسكريا في المنطقة الغربية، وبذلك هو يحاول ممارسة خداع نفسه عن طريق بتحويل المعركة العسكرية إلى نصر سياسي، وقد جربوا هذا من قبل أيام الصراع، والآن يريدون تجريده مرة أخرى، لأن من يتصدرون المشهد السياسي للأسف الشديد هم من تصدروا المشهد السياسي سابقا، وتم دراستهم دراسة نفسية بالكامل، يعرفون أين نقاط ضعفهم، أين نقاط قوتهم، أين المداخل التي يدخلون لهم بها، وكيف يتسايرون مع الضغوط الدولية، قليل من الضغوط الدولية كيف من الممكن أن يتم التنازل، وبالتالي السيسي يعول على هذا الأمر، وأيضا يعول على مسألة أخرى وهي محاولة خلق ما يعرف بتحالف ضد الإرهاب، وهنا المسألة تقع على السراج باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي الآن يحاول أن يمارس مهامه مثل هذا الاتفاق السياسي، عليه أن يعلن أن عملية الكرامة هي عملية تمرد مسلح وليست عملية جيش يحاول أن يكافح الإرهاب، لأن الوقت لا يستقيم، إذا كان هذا جيش الذي في المنطقة الشرقية وهذا قائد عام والقائد الأعلى هو السراج، فكيف يتقاتل الاثنان مع نقاط مكافحة الإرهاب؟ منطقيا لا يستقيم هذا الأمر، ولماذا يتأخر السراج في هذا القرار حتى هذه اللحظة، وهي مثل استعلان أن عملية الكرامة عملية تمرد مسلحة على غرار عمليات التمرد في القارة الأفريقية. فهذه نقطة. نعم. ألو؟ نعم. طيب نعم أكملي دكتورة. نعم أنا ظننت أن الخط انقطع فقط. المسألة الأخرى والأهم في مسألة هذا الخداع، هم الآن يحاولون القفز كما قلت سابقا إلى مناقشة آليات اتخاذ القرار باعتبار أن المنصب خلاص موجود، ولم يناقشوا شرعية هذا المنصب، في أن الاتفاق السياسي عند الجهاز البرلمان إلى مراجعة التشريعات التي اتخذت داخل البرلمان سابقا، والتي من بينها منصب القائد العام، وبالتالي هو عندما يلجأ إلى هذه المبادرة التي يحاول أن يسوقها بمثابة إعلان دستوري جديد إلى التنصيب على شرعية خاصة حتى أنه يكون هو الشرعي، وهنا نكون في إشكال آخر. بالتالي المطلوب يعني قطع الطريق أمام استعمال هذه الشرعية بين ظفرين، وهو قرار مجلس النواب السابق. طيب ابقي معي يا دكتورة حنان، سأعود إليك. سيد يوسف، نعم طيب سأعود إليك دكتورة حنان. سيد يوسف كاتب أوغلو، أريد أن أسأل هنا، تركيا الآن لا يخفى على أحد بأنها حليف الآن للحكومة الوفاق ولقوات الحكومة المعترف بها دوليا. أريد أن أسأل هنا، ما موقف تركيا من محاولات السيسي كما تحدثت الدكتورة حنان لربما صناعة نصر سياسي من هزيمة عسكرية تلقاها في المنطقة الغربية بعد تحالف حكومة الوفاق مع الجمهورية التركية؟ يا سيدي، موقف تركيا واضح تماما. تركيا هي معنية باتفاقاتها الأمنية، وقعت مذكرة اتفاق أمنية في نوفمبر من العام الفائت، وهي بأن على دعوة من حكومة شرعية معترف بها في مجلس الأمن والأمم المتحدة ثبت الدعوة وجاءت لمحاربة التهديدات الإرهابية على العاصمة وعلى الحكومة الشرعية.
مصر هي سبب البلاء، مصر هي سبب المشكلة، مصر هي التي تتحجج وتكذب وتقول بأن تحارب الميليشيات وتحارب الإرهاب وهي تدعم الميليشيات والإرهاب. لذلك لا يمكن لمصر أن تكون لها دور سياسي. مصر هي وهي عبارة عن دولة داعمة للمنشق الانقلابي حفتر. مصر هي جزء من المشكلة. مصر مع الأسف هي التي تضع العصا في الدواليب، وهي بالإضافة إلى المال الإماراتي أو الرز الإماراتي، بالإضافة إلى فرنسا، هم يمثلون أجندة وخط سير معين. الهدف الرئيسي منه كيفية تقسيم ليبيا، كيفية تجزئتها إلى أقاليم ليسهل ابتلاعها. مصر لديها أطماع في الشرق الليبي، هذا واضح، وبالتالي كل الدعم عسكريا ولوجستيا نراه انصب بشكل مباشر لحفتر من خلال الشرق الليبي. فرنسا لديها أيضا أطماع كونها دولة مطلة على البحر المتوسط، ولديها أطماع في الغاز الليبي والنفط الليبي. والإمارات هي التي عرابت، وهي الأداة المنفذة لما يسمى إحباط مشروع الثورات العربية في المنطقة من خلال كونها المركز الرئيسي للثورات المضادة. رأينا ذلك في دعمها للسيسي في مصر، ودعمها في كل الدول الأخرى التي تفرض فيها الشعوب بحثا عن الحرية والكرامة. إذن لا يمكن تعويل أي شيء على مصر في ظل استمرارها لهذه العقلية العسكرية الانقلابية. واضح سيد يوسف، لكن معذرة على المقاطعة، يبدو أن مصر أستاذ يوسف يبدو أن مصر لا تريد أن تخرج بسهولة من المشهد الليبي، لأن من يستمع إلى لهجة السيسي بالأمس يعني الرجل يتحدث عن تسليم سلاح من سماها الميليشيات، عن طرد المرتزقة وعن طرد المتدخلين، وحفتر تحدث صراحة عن تركيا. بالتالي يعني كما يبدو أن مصر يعني تتمسك بقوة على الأقل بتواجدها في المنطقة الشرقية. من خلال يعني أنا أسأل هنا، الموقف التركي في رأيك إلى أين يمكن أن يصل الدعم التركي، خاصة فيما يخص المنطقة الشرقية وتحريرها؟ يا سيدي سأعرج على تعليقك على مصر ثم أجيب على سؤالك وهو مهم. مصر لم تعد مصر يا سيدي، والحكومة السيسي والجيش المصري هو مشغول بكيفية إنتاج الكفتة وإنتاج الخضروات والحليب والأجبان والألبان. مصر فاقدة لكل ما تحمل الكلمة المعنى من ثقلها ووزنها الاستراتيجي الإقليمي في المنطقة. وبالتالي الجعجعات والخطاب الذي كتب بالأمس والتهديدات والأسلحة والتعزيزات هي إملاءات غربية بالناطق الرسمي لهم هو السيسي، هذا واحد. ثانيا الدور التركي يا سيدي، إجابة على سؤالك، سيستمر الدعم أكثر مما هو متوقع، بل حتى هنالك الآن تحضيرات، وهذه قلناها مرارا على كثير من القنوات، التحضيرات الفعلية لإنشاء قاعدة تركية دائمة لتضمن حفظ الأمن والاستقرار. لا يكفي الشرعية أن تكون صاحبة حق فيما تقول، ويجب أن تكون هناك قوة تحمل هذه الشرعية. إذا ما كنت قوي على الأرض فلن تكون قوية على الطاولة. وبالتالي تركيا ستدعم، وهي مستمرة في إعطاء كافة أنواع الدعم اللوجستي والاستخباراتي والعسكري وكل ما يلزم، والدبلوماسي والسياسي، بفرض الأمن والاستقرار وفرض السيطرة الشرعية على كافة الأقاليم وكافة المدن بما فيها بنغازي وشرق ليبيا. هذا هو مطلب أساسي، وهو تصريح وزير الدفاع في الحكومة الشرعية الليبية ينص على ذلك. لدينا الآن مع في الحوار الآن قائد عسكري، وهو عميد أو هو لواء أو جنرال لست أدري، سيؤكد هذا الموضوع. هذه رؤية، هذا هو الصحيح، هذا ما يجب عمله. وتركيا مستمرة ولم تقل كلمتها بعد. تركيا إلى الآن فقط استخدمت الطائرات المسيرة من طيار. تركيا لم تستخدم الآن ثقلها الحقيقي العسكري. تركيا يجب أن يعمل لها حساب. تركيا أقوى جيش في أوروبا وثاني أقوى جيش في الناتو بعد أمريكا. فلا تقول لي لا مصر، ولا تقول لي السيسي، ولا تقول لي الجعجعات والتصريحات، هذه لا قيمة لها يا سيدي. والحق دائما أقوى، والباطل دائما إلى زوال. والانتصارات الموجودة الآن بفضل شجاعة الشعب الليبي والمناضلين الموجودين الذين صبروا 14 شهرا وصبروا وتخلى عنهم الجميع، وجاءت تركيا ودعمت وقلبت الموازين واختلف ميزان القوى، فلن تخرج تركيا ولن يخيفها هذه الجعجعات، وستدعم حتى تنتهي المهمة بكاملها، وهو
دحر كل الأخطار واضح جدا المحدقة بالشرعية حتى يتم الأمن والاستقرار، ثم حوار وطني ليبي سياسي، ثم دستور، ثم يكون هناك شرعية حقيقية تطبق على الواقع. واضح جدا سيد يوسف، وسأعود إليك لأن هناك نقطة مهمة، هناك دولة أخرى تعتبر يعني من الدول الكبرى والتي لها وزن يحسب لها وهي روسيا موجودة في المنطقة الشرقية، وأيضا يبدو أنها يعني لن تتخلى بسهولة. سأعود إليك سيد يوسف وأسأل ضيفي من طرابلس العميد طاهر الغرابلي، ما هو وضع قوات بركان الغضب اليوم على الأرض وهي على مشارف مدينة سرت؟ لأن بالأمس مثلا عندما دخلت قوات بركان الغضب إلى داخل مدينة سرت ثم تراجعت قليلا إلى مشارف المدينة، البعض ظن بأن ما جرى هو هزيمة وبالتالي لن تتمكن قوات البركان من تحرير مدينة سرت، فبالتالي أريد يعني منك التحدث عن الوضع العسكري لهذه القوات وما مصير قاعدة الجفرة الجوية التي يبدو أنها تشكل خطر ما زالت. أنا أريد أن أبدأ من حيث انتهى السيد يوسف أوغلو، حيث قال إن الدعم التركي اللامحدود، يعني نحن نفتخر بهذا الحليف بالتأكيد، ولكن أريد أن أقول إن هذا الحليف ما دفع بهذه القوات وهذه الأجهزة إلا لأنه وثق في أن هناك مقاتلين على الأرض يمكن أن يستمروا وصامدون لمدة 7 أشهر. عندما صمد الرجال لمدة 7 أشهر بالتأكيد يعني هذا الصمود الأسطوري دفع بهذه القوة بهذه الدولة القوية أن تضع ثقتها في هؤلاء الرجال بأنهم سيكملون المشوار، وهذا فخر لنا وفخر لكل مقاتلين بإذن الله. اليوم سيزداد الدعم وسيزداد التواصل وسيزداد القوة وستزداد الثقة في الحليف مع هذه القوة التي بإذن الله ستكمل المشوار. اليوم يعني نحن نتكلم على 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 مدينة سرت، وهي مدينة يعني جغرافية كبيرة، مدينة مترامية فيها أحياء سكنية كبيرة، ونحن نعرفها جيدا في عملية البركان وفي عملية البنيان المرصوص. أعتقد أن سرت يعني مثل ما قلت يعني هي عبارة عن قصر بنقشير متاع طرابلس، يعني وضع كل القوة وكل إمكانيات اليوم في مدينة سرت، لأن خط الدفاع الأمامي اليوم على المواني النفطية والحقول وعلى المنطقة الشرقية بصفة عامة، يعني وحتى الجفرة يعني لا يمكن دخول الجفرة إلا عبر يعني تحرير سرت، وإلا من طرق تانية بإذن الله يعني المقاتلين سيعرفونها. اليوم يعني الجنوب بإذن الله سيكون يعني في 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 مرمى يعني القوات، وسينتصر وسيتحرر بإذن الله بدون حتى عمليات قتالية كبيرة. المشكلة الكبيرة بإذن الله ستكون المعركة الكبيرة والفاصلة ستكون في مدينة سرت، ومدينة سرت الآن جاري استعدادات والجاري توظيف القوة والعمليات العسكرية والخطط العملية وتوظيف الأسلحة والذخائر واستعمالها الاستعمال الأمثل. عندما تتقدم مناطق مثل ما صار فيه التقدم بالأمس، هذه المناطق بإذن الله ستبنى فيها قواعد الدفاع الجوي وقواعد للتشويش، وبإذن الله ستنطلق القوة من بعدها. يجب أن يكون هذا التقدم على مراحل مدروسة. احنا ما نقدروش نقارنه بين ترهونة ومنطقة قصر بنقشير، مسافة كلها حدود 70 كيلومتر أو 60 كيلومتر، بين بوغرين وسرت لأنها مسافة كبيرة، يعني هذه المسافة لازم تغطى بوسائل دفاع جوي ولازم تغطى بعمليات استناد وعمليات تكتيكية ومدفعية وكذا وكذا، وهذا هو ما يجعل عملية حسم مدينة سرت ستكون على مراحل، وبإذن الله يعني كل مرحلة سيحالف القوات النجاح وستتقدم القوة وستنهار بإذن الله مدينة سرت. وبعد مدينة سرت سنبدأ بقطع الديمينو بإذن الله، ستبدأ تتهاوى هذه القطع إلى جدابي المرحلة الثانية بإذن الله. واضح جدا، يبقى معي سيادة العميد. أسأل الدكتورة حنان شلوف، وربما يعني أبدأ من حيث انتهى السيد طاهر الغرابلي. دكتورة حنان، ما يجري في مدينة سرت مثلا يثبت بأن التدخلات الخارجية ما زالت، أو الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر ما زالت تملك شيئا من المبادرة، لأن مثلا اليوم ما روج له من تصريحات أو اتصال بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وأمر غرفة عمليات سرت الجفرة، وما أثاره من لغط حوله
يعني يثبت بأن الروس مثلا ما زالوا موجودين ويستطيعون تحقيق اختراق. هل هذا صحيح في رأيك؟ وما الواجب لتفادي مثل يعني هذه العقبات؟ أعتقد أننا ما زلنا في نفس أخطاء الماضي. كل ما يتم الانفراد به يبدأ يعمل منفردا بتصريحات بأوامر بما تحت لديه من قوة متنفذة. فحضر هناك زيارات لروسيا، خرج على سبيل المثال ميتيب وصرح أنه سيكون هناك شراكة اقتصادية مع روسيا. في المقابل مباشرة كان وزير الداخلية المفوض في بلدنا في فرنسا وبعض الدول، وخرج وصرح أننا سنلاحق أيضا الإفراج، سنلاحق الدول التي تدعم في حصر. إذا هؤلاء في نفس الحكومة وفي نفس الإطار والتصريحات متناقضة، هل ستعقدون شراكات اقتصادية لتجنيدهم الوقوف مع حصر؟ أن تراشقونهم قضائيا ودوليا، وهذا من المفترض ألا تكون معك شراكات سياسية اقتصادية معهم. فهناك تضارب كبير. أيضا أثر هذا التضارب على الجبهة في ترك، ورأينا حصيلة الشهداء بالأمس للأسف الشديد كانت نتيجة هذا الأمر. أخي فاضل فقط دعني أعرج على، لكن يعني أريد أن أنوه فقط دكتورة حنان، دكتورة حنان، لأن موقف مثلا آمر غرفة عمليات تحرير سرة الجفرة كان موقف واضح، قال أنا قائد عسكري أأتمر بإمرة القائد الأعلى للجيش وهو رئيس المجلس الرئاسي، وبالتالي لن نتأثر بأي تصريح لأي مسؤول آخر، نحن نتبع مباشرة القيادة السياسية للجيش. يعني نعم هذا يشكر عليه، ويشكر أيضا السراج عندما قال أنه مع تحرير كامل التراب اللي مع غرفة العمليات والقادة الميدانية. إذن هو سياسيا مع تحرير كامل التراب الليبي ميدانيا، وترك الأمر للغرفة والقادة الميدانيين وفق الإمكانيات الموجودة للتقدم من عزم إلى خطط استراتيجية العسكرية إلى أهل تلك الأمور. أخي دعني أرجع إلى إعلان القاهرة للأهمية. هم يتحدثون عن مسألة تفكيك الميليشيات المسلحة وجمع السلاح. هنا من نقطة لابد أن نتمسك بها في أي مسار، ولابد أيضا من التوضيح الإعلامي لها أيضا، أن هذا الجيش الذي تكون في المنطقة الشرقية تكون في ضمن غياب ممثلي قطاع عريض جدا في المنطقة الغربية في 2014. إذا هو ليس ممثلا للجيش الليبي، وأطلق على نفسه الجيش الليبي. إذا عندما نتحدث لا نتحدث عن تصنيف الجيش الليبي أو انضمام كما يطلقون عليهم الميليشيات بعد تفكيكها انضمامهم فرادى إلى الجيش، لا ليس هكذا الأمر، ولكن نعود إلى نقطة الصفر ونتحدث عن تقويم الجيش الليبي وفق قواعد ومعايير الكل خارج النطاق، ونبدأ في تقويم الجيش من البداية. وعلى أقل تقدير المطلب العربي هو مسألة إنشاء جيش ليبيا وليس فك الميليشيات، وعلى أقل تقدير في هذا الأمر هو ترحيل الجيش الليبي على غرار مطالبته بترحيل المؤسسات الاقتصادية والسياسية. نعم واضح بهذا الخصوص. نعم طيب ابقي معي دكتورة، أعود للسيد يوسف. نعم عملية الكرامة، إيقاف عملية الكرامة، ولم نقم تجريمها أو أي شيء، إيقاف هذه العملية لأنها عملية حركة تمرد مسلحة. طيب واضح جدا. فقط يعني هناك خلل في الاتصال مع السيد يوسف كاتبوغلو، ممكن شباب يحاولوا يعني يتصلوا لنا به. قبل ذلك هناك خبر عاجل يظهر الآن على شاشة التناصح، وهو سيطرة قوات بركان الغضب على منطقتي أو بلدتي القريات ومرسيط جنوب مزدة. العميد طاهر الغرابلي، هل هذا هو الطريق إلى الجنوب؟ هنا يعني أنا ما أريد أن أؤكد عليه، يعني يجب أن يكون لدينا عدة خيارات عسكرية، وأنا أحدد عملية سرت انطلقت والحمد لله، يعني الشباب والقوات القوى الجيش الليبي والقوى المساندة الآن يعني تؤدي دورها على أكمل وجه.
الآن يعني القوة انطلقت إلى منطقة الجريات، ومنطقة الجريات يعني هي مفتاح مدن الجنوب، شويرف وإلا أوباري وسبها وبراك، وهنا بإذن الله يعني ستكون. وبالتأكيد يعني هذا ما أردت أن أؤكد عليه، تحرير الجنوب بإذن الله سيكون يعني ورقة رابحة للسيطرة على كامل التراب الليبي، من ثم يعني تم السيطرة على أوباري والقطرون والمناطق هذه إلى منطقة سبها، ومن ثم يعني سنذهب بإذن الله إلى برك الشاطي وإلى تمن هند وكل المناطق، وستقع الجفرة بإذن الله في كماشة بين قواتنا، وبإذن الله لن ينجيهم أحد إلا أصوات الرصاص، ومن يفر اليوم يعني سيفر، ومن يبقى بإذن الله سلن يبقى له إلا أصوات الرصاص والمدفعية وعزير طائراتنا وأصوات وهدير بإذن الله قواتنا الموجودة. اليوم يعني القوات تتقدم بإذن الله على هذه المناطق، وقواتنا في مدينة سرت تتقدم. أعتقد أن الوضع الميداني اليوم وضع ممتاز جدا بعد هذه الانتصارات اللي في الغرب الليبي، الآن يعني انتعاشة قوية، العدو مهزوم ولن يعطى فرصة لتجميع أنفاسه. بالتأكيد مثل ما قلت لك يعني هم اندحروا على أسوار طرابلس، ويتمسكوا الآن بالجفرة ويتمسكوا بسرت، ولكن يضعوا كل إمكانياتهم. اليوم سمعنا أن هناك بعض الطائرات، عدة طائرات نزلت في مطار الأبرق، يحاول السيسي وكل الزمرة الفاسدة التي قالت بالأمس إن برقة هي لمصر مهما كانت، يحاول السيسي أن يحتفظ بالمنطقة الشرقية على الأقل تحت نفوذه وتحت نفوذ المصريين، ولكن نقول له الشعب المصري ليس لنا أي خلاف معه، ولكن خلافنا مع السيسي وجيشه المهزوم بإذن الله، وهذه الأرطاقات لن تسوى بإذن الله، لن تقف إلا على أسوار الجغبوب التي ينادوا بالأمس بأنها منطقة مصرية، لن نقف إلا على أسوارها وعلى أسوار مساعد وطبرق، وكل المدن هذه بإذن الله ستكون الكفرة والعوينات وكل المناطق بإذن الله، وستفرض الدولة بإذن الله سلطتها التشريعية والتنفيذية بفعل إرادة أولادها وبفعل إرادة هؤلاء الشباب، مثل ما قلنا من 2014 ونحن ننادي أن هذا مجرم حرب لا يمكن الجلوس معه ولا يمكن التعاطي معه، وقفنا في وجهه بالبندقية، واليوم البندقية هي سيدة الميدان، البندقية هي سيدة الميدان، هي من جعلت السياسي اليوم يتكلم وراسه في أعلى، هي من رفعت معنويات قدراتنا ومعنويات قواتنا، وبإذن الله بالبندقية هي من تفرض الحل في ليبيا، وسيجلس الليبيين على طاولة الحوار على أرض ليبية وعلى علم ليبي تحت راية ليبية بإذن الله. واضح جدا. لا أعلم إذا كان عاد إلينا السيد يوسف كاتبوغلو. هل عاد السيد يوسف؟ سيد يوسف؟ طيب، ما زلنا نحاول الاتصال بالسيد يوسف كاتبوغلو. الدكتورة حنان شلوف، تعليقك على يعني وجهة النظر التي تقول بأن لقاء القاهرة بالأمس والربكة الواضحة في كلمات الثلاثي الذي كان في المؤتمر الصحفي دليل على أن هذا اللقاء قد جاء إلى أو قد جاء يعني جراء رد فعل على لقاء أنقرة. هو كذلك بالفعل لأن لقاء أنقرة جاء عقب الانتصارات العسكرية على الأرض الواقع، وبالتالي كان لابد أنه إذا هذا هزيمة واحدة لم يعد لديهم أي مكتسب يتحدثون عنه، وبالتالي كان هذا اللقاء السريع كما قلت لإزالة الخلاف بين عزيز الصالح وبين حفتر. هذا ما فعله السيسي بتضمين القائد العام واتخاذ القرارات والنص عليه داخل هذا الإعلام، لأنه الإعلام جميع كان مبادرة عجيلة صالح التي تقدم بها سابقا، وأضيف لها هذه النقاط خصوصية يعني وكأنهم بمثل التغذية حتى يزيل الخلاف بينهم وبين بعضهم البعض، ومحاولة تحويل الهزيمة العسكرية إلى نصر سياسي في مقابل لقاء سراج مع الطيب أردوغان.
اعتقد انه هو رد، ولكن هذا الرد رحبت بامريكا، رحبت بدول اخرى باعتباره خطوه ينظرون لها انها خطوه في الاتجاه السياسي بدلا من التصعيد العسكري، ولكنهم يتحدثون ايضا الامريكان عن مساله 5+5، ان اي تسيير في النطاق العسكري لابد ان تتم من خلال 5+5. وهنا اتوجه بالمناشده من جديد الى السراج بايقاف عمليه الكرامه، وايضا الى 5+5 لا يناقشوا مساله الجيش الليبي والمناصب الموجوده حاليا بانها امر واقع، لا يذهبون الى مساله نقاش عندما يتحدثون عن تفكيك ميليشيات مسلحه وعن جمع سلاح، لنناقش قبل هذه النقطه تكوين الجيش الليبي وانشاء الجيش الليبي من الصفر، وليس الجيش الذي تكون في 2014 في غفلة من باقي الليبيين ويقولون مني الآن الاهتمام لهم ونزع سلاحي وتفكيك هذه القوى التي حمتنا من حفر الذي أرانا الدمار وأرانا القتل وأرانا التشريد، ورأينا ما فعله رجاله في درهونة، حتى النساء لا تسلم منهم وقتلت النساء صواريخهم التي سقطت على المدنيين المفرق حتى مع أنصارهم داخل طرابلس، سقطت عليهم أيضا الصواريخ أنصار الكرامة، سقطت عليهم صواريخ الكرامة أنفسهم حاولوا يتبرأوا منها ولكن لا فائدة، الأمر واقع أنهم من فعل هذا الأمر. طيب العميد طاهر الغرابلي، أريد أن أسأل عن لقاءات 5+5 التي يعني أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة، برأيك وهي يعني حوار عسكري أو مباحثات من أجل بحث وقف إطلاق النار بين يعني طرفين عسكريين، أريد أن أسأل هل لهذه اللقاءات معنى إذا ما تمت، أو هل ما زالت الدعوة لها يعني لها تأثير بعد هذه الانتصارات التي حققتها قوات بركان الغضب؟ بالتأكيد أخي الكريم، أولا أريد أن أنوه أن هناك بيان صادر في بداية عمليات تحرير العاصمة أو صد العدوان بأن عملية الكرامة عملية إرهابية يجرم كل من ينتمي إليها، وهذا بيان موجود على الصفحات، وان حفتر مجرم حرب، هذا خيار يعني لا مجال لا رد فيه. بالنسبه لعمليات 5+5 يعني انطلقت لمساعده المجرمين الغازيين، مساعده مجرم الحرب حفتر على البقاء في اسوار طرابلس ووقف اطلاق النار. اليوم مثل ما قلت يعني تم طرد هذه العصابات من إلى ما قبل 4/4، والحمد لله تجاوزنا نقطة 4/4 وتجاوزناها بفوة البندقية، وأقولها هنا يعني بفعل تضحيات الرجال وهذه الدماء الزكية التي روت هذه التراب الطاهر. يعني اليوم لا مجال لجلوس من قبل 5+5 أو 6+6 في تحديد وقف إطلاق النار من عدمه. إذا تم الجلوس فتم الجلوس لوضع سياسة للقيادة العسكرية أو الهيكلية العسكرية فقط، هذا ما يريد أن يجلس من أجله العسكريين، وكل من أنتم إلى عملية الكرامة يجب أن يجرم. اليوم لا مجال للعودة إلى ما قبل 4/4 إلا بالرأي السديد والنصح السليم. اليوم لدينا مجموعة من القيادات العسكرية ولدينا ضباط صف وجنود يدافعون عن هذا التراب، اليوم على أسوار طرابلس دافعوا، واليوم في مدينة سرت، ومثل ما قلتم في القريات وفي المناطق هذه، اليوم كل هذه القوة هي ستكون أساس لهذه القوة المسلحة، وستكون أساس للجيش الليبي تحت قيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، وكل الإدارات الموجودة فيها في طرابلس الآن بادين شكله في 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 نواة جديدة، وبادين نبنوا في هذه القطاعات، وبادين نبسطوا في هذه الأمور. بإذن الله ستكون فيه ملتقيات كبيرة لدعم عملية البناء العسكري اللي موجود. وأقول يعني 5+5 بات من الماضي، الأمم المتحدة جربناها، هي من أتت وهي من أعطت الضوء الأخضر عندما بدأ حفتر
هذا المجرم المعتوه يدق أسوار طرابلس بالمدفعية، كان من الأمين العام للأمم المتحدة كان جالس معاه يطلب منا قواعد الاشتباك والحفاظ على المدنيين، وهذه الكلمات التي نسمعها عبر الأمم المتحدة دائما، أصوات تقهر الغلابة وتقهر في 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 كل الشعوب التي تريد أن تتحرر. اليوم طرابلس عاصمة العالم، عاصمة التحرر، اليوم طرابلس مفخرة لكل الليبيين، اليوم طرابلس هي عاصمة الشعوب التي تريد أن تتحرر، عاصمة حتى المصريين الذين يعني سعوا في 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 بسط سلطتهم وبسط الدولة المدنية، عاصمة تونس وعاصمة الجزائر وعاصمة كل المغرب العربي الكبير وكل الشعوب العربية وكل الشعوب التي تسكن ليبيا أمة واحدة بإذن الله. مفخرة طرابلس اليوم لكل الليبيين بصمودها، بصمود رجالها، بصمود أبطالها. لن تعود للقيود طرابلس، لن يكون هناك 5+5 إلا بفرض سلطة القوي. اليوم نحن منتصرون ونحن سنبسط سلطتنا وسنبسط إرادتنا. من يأتي مهزوما صاغر يضع نفسه في السجون كعسكري، بإذن الله ستكون هناك قوانين صادرة، هناك الادعاء العسكري والنيابات العامة وكل الوزارات تشتغل. واليوم بإذن الله لن يكون مكانهم إلا السجن، ولن يكون مكانهم الإدارات. وأتمنى 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 من خلالكم أن لا نقع في 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 هرطقات ثانية تخلينا نكمل مشوارنا بعمليات عسكرية ثانية. يجب أن تكون هذه العملية العسكرية هي العملية الأخيرة، العملية اللي قدمنا فيها بإذن الله ستكون العدو منهزم. اليوم علينا أن نكمل مشوار جدا وعلينا أن نعم شكرا. طيب واضح جدا. دكتورة حنان شلوف أريد أن أسأل، البعض يقول وهذه وجهة نظر يعني موجودة، تقول بأنه لا مفر من الذهاب إلى حوار مع من بين من ومن، هذا ممكن يعني لا يستطيع أحد أن يحكم فيه الآن، لكن برأيك أنت متى يكون مناسبا الذهاب أو قبول الحديث عن الذهاب إلى طاولة المفاوضات أو الحوار، ومع من في رأيك؟ الخوف والخشية ليس من الحوار في ذاته، ولكن الخوف والخشية حقيقة من مفاوضات الباطل ما تحت الطاولة، وهذا ما يحدث من فترة وليس الآن فقط، ثم بعد ذلك ينعكس ليوضع على الطاولة ويأتون بعض الشخصيات لاستكمال هذا الأمر فيأخذون هم مسار الجدل ويكون كل شيء انتهى. ما حدث اليوم في صرف من محاولة لإيقاف عملية بحر حفر عن سرت هو في حقيقة الأمر هذه المحاولة تأتي بشكل أو بآخر في إطار تفاوض، ولم تأتي من فراغ هكذا خطأ لهذا الشخص أن يتحدث مع آمر غرفة العمليات ويقول له أوقف التقدم نحو سرت وهناك أوامر دولية إلى آخر هذا الكلام، ولكن المسألة أن هناك بداية مفاوضات وبداية أن رجل من الممكن أن أمثلكم في هذا الأمر وأستطيع أن أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ومن هذا المنطلق كان هذا الأمر. أنا هذا الأمر لا أستطيع أن أتخيله إلا في إطار أن هناك الآن تفاوض يجري تحت الطاولة ونحن لا نعلم عنه شيئا. إخراج السيسي لهذه المبادرة أيضا ليقول هذا إطار الناقص التفاوضي، يخرجه للعلن ويقول هذا الإطار الذي سنتفاوض خلاله. الآن حكومة الوفاق عليها أن تعلن أين هو إطارها التفاوضي. للأسف ما نرى في حكومة الوفاق أن جميع أعضاءها كل واحد يصرح كما يشاء بآليات مختلفة، وبالتالي لا وجود لمشروع موحد هنا في المنطقة الغربية. لا وجود لمشروع موحد يستطيع أن يخرج برؤية واحدة، لذلك أعتقد وبالتالي يجب الذهاب إلى أي مفاوضات بمشروع موحد يعني كما تعنين. لذلك أعتقد أنه علينا كشعب، نحن كشعب أقل شيء نتمسك به هي مسألة إنشاء الجيش، بمعنى أن ما هو يدعي حفتر بأنه الجيش اللي بالمزعوم لا وجود له، نحن أيضا نريد الجيش الليبي، ولكن الجيش الليبي لا تقول لي هذه الميليشيات فككها وانضم لي، لا، لنجلس جميعا ونرى واضح جدا دكتورة حنان ما هي هذه القواعد، وأهم هذه القواعد إخراج أصحاب الجرائم جرائم الحرب من أي معادلة في تكوين الجيش.
شكرا جزيلا دكتور أحنان شلوف الناشط السياسي والعضو المقاطع لمجلس النواب، شكرا لسيادة العميد الطاهر الغرابلي الضابط في الجيش الليبي، وشكرا أيضا للسيد يوسف كاتب أوغلو الذي كان معي عبر الهاتف وهو المحلل السياسي التركي. شكرا لكم أنتم مشاهدين على طيب وكرم المتابعة، إلى لقاء آخر، حفظ الله ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hee 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 hee.